شرف عظيم لنا احنا ان نشارك في هذه القناه المباركه. اشكرك. وجهودكم واضحه وانتم متابعين، على فكره ليس في مصر فقط، القناه هذه متابعه في جميع الدول العربيه، لان انا اعتقد ان هي جازما، لان لم اشاهد ان هي في قناه اخرى متخصصه بهذا القدر طول الوقت. هي شغاله فقط للزراعه، توجيهات مش الا النخل، في جميع مجالات الزراعه، ولذلك جميع المزارعين في اغلب الدول اللي تصلهم العربيه هذه القناه يتابعوها ويستفيدوا منها. وانا اقول ادخلوا كذلك الى الوطن العربي، اعملوا لقاءات مع مزارعين عرب في جميع الدول العربيه، وانتم مطالبين بذلك، لان هذه يعني احنا كلنا بلاد وحده. يشرفنا. ونحن يعني زي ما قلت لك، روحوا للامارات اعملوا لقاءات، روحوا للاردن واعملوا لقاءات، روحوا بما يهتم بما يتعلق بالزراعه. نورتنا. روحوا لليمن، روحوا لكل بلد. اللقاء القادم يبقى عندك ان شاء الله في الامارات. اهلا وسهلا باذن الله في المعرض التمور الذي سيعقد، معرض ومؤتمر التمور سيعقد، والعسل اللي سيعقد في الفجيره ان شاء الله في شهر اكتوبر باذن الله، ومن ثم سنعود الى القاهره في معرض القاهره جميعا ان شاء الله. بشكرك. فايدة على الجميع.